الوصول إلى حسن الخاتمة مرده في المقام الأول والعلم عند الله، إلى ما يكون من سريرة في العبد تأتي سابقا أو تأتي لاحقا. فقد يكون العبد مسرفا على نفسه في المعاصي، ثم لا يلبث أن يودع الله جل وعلا قلبه سريرة تكون سببا في حسن خاتمته. وقد يكون الإنسان من ظهوره، من شبابه، من سنه له سريرة مع الله محافظا على العمل الصالح. والخاتمة الحسنة أحيانا يجتمع فيها شرف القول وشرف الزمان وشرف المكان، وأحيانا يجتمع فيها شرف القول وشرف المكان دون شرف الزمان، وأحيانا يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان دون شرف القول، وأحيانا يجتمع شرف القول شرف الزمان وشرف القول دون شرف المكان، أي هذه الثلاثة. ولنضرب مثلا، فلو أن إنسانا مات في يوم جمعة وهو يتشهد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فنقول إن هذا الرجل جمع الله له شرف القول، وهو قوله أجيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجمع له شرف الزمان وهو يوم جمعة، وجمع له شرف المكان وهو المسجد الحرام أو المسجد النبوي. وقد يموت رجل في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لكن في غير يوم جمعة، فنقول فات شرف الزمان لكن بقي شرف المكان. وقد يجمع عليه رابع وهو شرف الحال، شرف الحال بمعنى أن يموت على حال طيبة. فمثلا توفي أحد العلماء قديما قبل حوالي 50 سنة تقريبا، أظن قبل ولادتي لكن في الحرم النبوي، توفي رجل في الحرم النبوي بعد صلاة العصر لتوه صلى في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فبعد صلاة العصر وقت عظيم، وشرف الحال أنه فارغ لتوه من الصلاة، والمكان المسجد النبوي والروضة خاصة، وشرف القول أنه لتوه يذكر الله جل وعلا بعد الصلاة. لكن من الذي يهب هذا؟ الله. فالمؤمن يحسن صلته بالله، ومرد كل الأمور على السرائر والصدق مع الله. وأنصح من أراد أن ينجو أن يكثر من قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يكثر من تلاوتها مع العمل بها. أردت بأن يكثر من ذكرها حتى يتوخى العمل بها. يرجى لمن حقق هذه الآية الكريمة أن يختم الله جل وعلا له بخير. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعاً.